السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشف هيرفي رونار مدرب منتخب فرنسا للسيدات حقيقة الأنباء التي تداولت بشأن ترشيحه لتولي منتخب الجزائر خلفا لرحيل جمال بالماضي. وأكد رونار خلال تصريحات نقلها موقع البطولة أنه لازال مرتبطا بعقد مع الاتحاد الفرنسي في ظل ربط اسمه بقيادة المنتخب الوطني الجزائري لتعويض رحيل جمال بالماضي. ووجه رونار الشكر للجزائريين بعد اهتمامهم وتداولهم لاسمه كأبرز المرشحين لتدريب محارب الصحراء. وفي جوابه عن سؤال حول إمكانية تدريب المنتخب الجزائري أوضح رونار: لا يمكنني أن أعطيك تعليقا حول هذا السؤال. ويذكر أن وليد صادق أعلن عن فك الارتباط مع الناخب الوطني الجزائري جمال بالماضي. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد.